في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما وصفها بغزة منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين، كما عرض نتنياهو خطته لما بعد الحرب والتي تتضمن إدارة مدنية لغزة. كما اعتبر نتنياهو أن الحرب ستتوقف حين تستسلم حماس وتعيد الرهائن. Senate Majority Leader Chuck Schumer. Speaker, the Prime Minister of the State of Israel.